اكس تكعيب على 3 اكس تربيع على 2 زائد اكس، وحدود التكامل اللي هي من 3 2. تمام، بعدين نعوض بالاعلى وبالادنى. نجي نعوض بالاعلى فراح يصير 3 اس تكعيب على 3 زائد 3 تربيع على 2 زائد 3. طبعا الاشاره هاي لا تنساها. ناقصا نجي 2 تكعيب على 3 زائد 2 تربيع على 2 زائد 2. نجي نطلع هاي الحدود، هاي راح يصير 27 على 3، 9 على 2 زائد 3 ناقص 8 على 3، 4 على 2 زائد 2. فنجي هنا نكمل بورقة ثانية. فطلاب 27 على 3، طبعا هاي السالب تنزل، 27 على 3 بها 9 زائدا 9 على 2 تبقى زائدا 3، وهنا ناقصا 8 على 3 هي 8 على 3 ما بها اي اشكال، زائدا 4 على 2 اللي هي 2 زائدا 2. تمام، فراح احصل هسه هنا نجي نقول